الحقيقة لسه بنواصل مع حضراتكم تغطيتنا لأهم وأبرز عناوين الكتب الخاصة بالشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب. في كل يوم كده بنشوف كتاب جديد، والحقيقة عناوين مختلفة وزوايا مختلفة بيعالجها الكتاب الشباب بشكل كبير. النهاردة معانا كتاب فكرته مختلفة جدا ومبتكرة جدا الحقيقة، فكرة الكتاب عن لغز غرفة الملابس في عالم الرياضة. في شك ان غرفة الملابس مكان خاص جدا لنجوم الرياضة. جوه بقى غرفة الملابس دي هتلاقي مشاعر، هتلاقي انفعالات، مشاكل، مشاهد، احتفالات والناس فرحانة، طبعا في نكت، في ضحك، وفي كمان زعل شديد جدا. ايه حكاية لغز غرفة ملابس الرياضيين؟ ده اللي هنعرفه من كاتبته ومؤلفته بسمة صبحي اللي موجودة معانا عبر زوم. صباح الخير عليك يا بسمة، مبروك على كتابك. صباح النور، الله يبارك في حضرتك. ميرسي. الله يخليكي. بقى قولي لي يا بسمة، فكره غرفة ملابس الرياضيين الفكره جات لك منين؟ احنا اصلا عاده يعني لما بنيجي نتكلم عن غرف الملابس بتبقى متخيلين اكتر حاجه بنتكلم عليها لاعبي الكوره. انت مش هتعرفي كبنوتة انك تدخلي غرفة ملابس لاعب الكورة. طبعا ما يصحش. لا، هو انا ده تامن كتاب ليا، وعملت قبل كده 7 6 كتب رياضية، فانا بحب اعرف تفاصيل كل حاجة عن الرياضة وعن الكورة، ومنها التفاصيل اللي بتحصل في غرفة خلع الملابس. كان عندي فصول يعني فضول كبير ان انا اعرف ايه اللي بيحصل جوه، واحكي للناس قصص حصلت فعلا في الغرفة، خناقات او حاجات كوميدية او اي حاجة. طب بس ما كلمينا عن الكواليس اللي بتحصل جوه غرفة ملابس الرياضة واللاعبين، يعني ايه الكواليس اللي موجودة جوه كمان في مكان ده يعتبر من الأماكن اللي بيحصل فيها كل المشاعر الإنسانية بنشوفها، لإما فوز أو خسارة وانفعالات، ايه اللي رصدتيه وايه الكواليس داخل غرفة تغيير الملابس لنجوم الكورة؟ في الحقيقة هو بيحصل كل حاجة. يعني اولا هو غرفه خلع الملابس بتضم لعيبه من ثقافات مختلفه ومن بلاد مختلفه، ولازم يكونوا كلهم متعاونين وعلاقتهم كويسه عشان يقدروا يعني كلهم يبقوا مفيدين للفريق بتاعهم. بس احيانا بتحصل طبعا ما بينهم مشادات او خناقات، واحيانا بتحصل ما بين بعض اللعيبه والمدربين بتوعهم. يعني مثلا سير أليكس فيرجسون اتخانق مرة مع ديفيد بيكهام في غرفة خلع الملابس، ويعني شاط عليه الحذاء، كذا جه فوق عينه فتحها له، والتاني يوم ظهر بيكهام يعني في الإعلام، ظهرت صوره وهو طبعا حاجبه مفتوح خالص، وبدأ إنه الإعلام يقول إنه في مشاكل كبيرة ما بين السير وما بين بيكهام. ومشي وفعلا وراح بعديها ريال بفترة مدريد وساب ال بالظبط بالظبط كده. طيب عايزة أعرف بقى، أنتي اتكلمتي عن إن المدير الفني ممكن ما يبقاش عارف يسيطر، واتكلمتي كمان إن في فصل من فصول الكتاب إن في طرق بتستخدم في بيستخدمها اللاعبين في انهم في غرفه الملابس انهم يغيظوا الفريق الثاني. جبتي التفاصيل واحكي لنا بقى كل التفاصيل اللي انت قايلها عن الموضوع ده. طبعا لازم المدير الفني يكون مسيطر بشكل كامل على غرفه خلع الملابس، لانه لو مش قادر يسيطر عليها ده بينعكس على الملعب، اللعيبه بيبقوا منفلتين، واكيد النتائج الفريق ما بتبقاش كويسه. بالنسبة للرخامة على الفريق المنافس، هو مش اللعيبة هم اللي بيعملوها، هو يعني النادي نفسه هو اللي بيعملها في غرفة خلع ملابس الضيف. يعني مثلا نادي تشيلسي في الملعب بتاعه عامل غرفة الملابس بتاعت الفريق الضيف بشكل معين، يعني المقاعد مثلا اللي بيقعد عليها اللعيبة منخفضة، والحاجات اللي هما بيعلقوا عليها لبسهم عالية، فعشان يقدروا يوصلوا يجيبوا لبسهم لازم اللاعب يقف على مشط رجله، وده ممكن يسبب له إصابات تحصل له خلال المباراة.
طب قبل ما نشكرك يا بسمه، سريعا ليه اخترتي صوره اللاعب ابراهيموفيتش غلاف للكتاب؟ اشمعنى اللاعب ده اخترتيه؟ هو الحقيقة كان اختيار مصمم الغلاف بلال محمد، وهو في يعني في جزء كبير من الكتاب مكتوب عن إبراهيموفيتش، كاتبة قصة كبيرة عنه اسمها تحت السيطرة. وإبرا أكيد قائد عظيم جدا وليه مواقف كتير قوي في غرفة قلع الملابس أنا حكيت عنها في الكتاب. جميل، بنشكرك يا بسمة على كل المعلومات دي، وبنبارك لك مرة تانية على كتابك الجديد لغز غرفة الملابس في عالم كرة القدم. بسمة صبحي الكاتبة، شكرا ليكي وصباح الخير.